بقول لك يعني لا تدخل غرفتي، ما في انا مها، ما في انا ابي منك شيء. ليه؟ والله ما عاد عيدها، والله التوبه التوبه مها. يما اقول اسكت يا فتان. يما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش فيكم؟ ولا شيء، نلعب. السلام عليكم. شو بالها انت؟ ايش فيك؟ مها طاقه عامر. عجيب والله، عامر من يومها البنت صغيره وهي يجلد فيها. صدقني مها متغيره، صايره تفشل. علميني وش اللي صار. اقول لك وش صاير. السلام عليكم. وعليكم السلام. المهم يا ام عامر، رحت السوق واشتريت قطعة القماش، هذيك القطعة الغالية، وديتها الهندي عشان يخيطها لزواج اخويا. قام الهندي اخذها وما تدرين هو قصرها ولا طولها، شكلها عجيب غريب. ابوك يا السالفة البايخة. هالبنت فشلتني، ليت من يضربها ويعقلها. عادي عادي يا خيتي، فترة مراهقة وبتعدي. الله يعيني عليها. ايه كملي. وهذا اللي صار، غير ضربها لاخوها قبل شوي. يا انا وش اللي صار فيهم؟ داخل فيهم جني. بسم الله على عيالي. حتى عامر ما ادري ايش فيه، ما يعرف يصب القهوه للرياجيل. كم حسابك؟ عامر اطلع يا رجال. قلت لك كم حسابك؟ 10 ريال. خذ 15. الله لا يبلانا. انقلع بس. هلا يا السور. اوكي اوكي خلاص، الشبس علي. وبعد الحلا يا مجنون. ايه قلت انا كده، مين تقصد انا؟ مرة وقتك غلط يا كفر. جيت يا هلا ومرحبا، يا هلا ومرحبا بالرجال، يا هلا. الله يبقيه الله يبقيه. وين عامر اللي بيجيب الحلا؟ يقولوا بشر الكفر حق سيارته وغايب، عذره معه. هاي شله، جايب لكم حلا شغل يديني، ان شاء الله يا رب يعجبكم. اجلس اجلس. وخر عني. كيفك يا سور؟ شوف شوف ذيقة تكفى، امانة تعطيني رايك. شنبو تبي حلا؟ لا واضح انه حلو. مرسي شنبو. هذا عامر اللي ازعجتنا فيه. لا لا لا، مو هو بعامر ذا، من اخوك هذا هاني. ترى مو هو دايما يجي استراحتنا، ترى الاشكال دي ما تجي استراحتنا. قشوه وجع وجع، ما تستحي. يود ايش بقدوع زهدة. عورتني عورتني. ايش بقى قال من سجرم اخصمك. لا ابوك سعود قم معي قم معي. هذه استراحه رجال يا هاني، كم مره قلت لك لا تجي استراحتنا؟ صح. اطلع برا اطلع برا يلا. بنات بنات شوفوا من قاعده تتصل مها، ترى طفشتني. وبعدين مها شوفي صارت تفشل، امي قالت لي لا تمشي مع ذي الاشكال. يا بنات ترى عادي، انسوها وطنشوها، هي اصلا بتمل وتبعد عنا هي وكورتها اللي ابلشتنا فيها ذي. حقيرات ما يردون علي وانا عارفه انهم مع بعض، والله ما خليهم. وانت شفيك بعد؟ اصحابي يطردوني من الاستراحه. اذا ما خليتهم يعضون الارض ما اكون انا مها. بسالك، هم ليش ما تقبلونا؟ زلايب. لا اكيد في شيء.
هذا اللي صار. اسمعوا، انتم لازم تعرفون من وين بدت المشكلة عشان تحلونها. ما في أحد. أسأل هالرجال. Excuse me. في دكتور كان هنا ما شفته؟ أنا مثلكم أدور عليه. له أسبوع مختفي ما له أثر. حسبي الله عليه.